الصاروخ. أبضربه. لا لا تضرب، لا تضرب أنجلي ولا دستي ولا إياك تضرب أي منطقة. لا أقل ها صوت بعد في دلع عيونك عشان تقدر تشوفه. يا عيال منظر حلو. الصاروخ مو قاعد يضرب، الصاروخ راح الفضاء، الصاروخ راح الفضاء أصلاً. في قطعة طاحت بروح لها. الصاروخ طلع ما بيضرب منطقة، طلع إنه لا لا بيضرب ما عليك. لا لا بيتك في ألمانيا يا أخي له حق مقاس صراحة يعني كل شيء. أي في أصوات فضائيين كذا. أو لا الصاروخ قاعد يطيح عندي. أي أي بيضرب تلتد، ضرب تلتد تلتد. لا تلتد تلتد. أنا شفت الضوء. أي الصاروخ. أي يا حرام الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. في شيء يا حشيش تمام؟ هذا في شق صار في الفضاء. ايه قاعد يضرب كل شيء، قاعد يضرب كل شيء. والله حلو والله طر. ادري انا تحت انا فكرت. شوف هو ما سوى شيء بس كذا شق السماء كد والله انا حلو. واحد ادخل الجيم بسرعه. هلا هلا في واحد داين قاعد يخربوا عليك. بعدين خلاص راح والله انا اخي مصانم. الو انا مصانم. الو صار ولا صار ها ربعي ها يا عيال شوفوا اللي قاعد تسوي. مو طايرين يقتلونا، احس بيقتلني بعد وقت. يا عيال يس يا عيال شوفوا اللي قاعد تسوي. قاعد ارقص ويا ناس بدون يذبحوني. وفي شك في السماء وزاني هاي. اركض 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 لا دام قاعد يدمج كثير. فأنا وربيعي ما بقول ربيعي لأن ما قتلني. هو كاربايد. لحظة هو كأنه ضرب تلتد. يا عيال نحنا مو قاعدين نحارب بعض. كأنه داخل بي في بي. لا الزفت منو ذبح هذاك؟ طب عليك هذا ربيعي؟ انت ربيعي؟ ربيع اعتقد. شوف مو بكلهم صانمين بس معظمهم. كفو عليه لازم نحرك على الزون بسرعة. شوف انا كنت زعلان انه ضرب تلتد بس طلع انه ما ضرب تلتد. انا هل في صدق قليل او في حرب على مقادس؟ لا انا مستحيل اقتل هذا اللي وياي. اولا لانه هو يعني مصانم ما سوى لي شيء. والله كف عليه. الو هلا ترى مفترسين بعضهم. ها الانفجار صدق كان يعني بس شو هذا الشق اللي سواه؟ ابفهم. حتى مو قاعدين يذبحون كل حد كان مهتم شو اللي قاعد يستوي فوق الفضاء. يعني ما حد قاعد يتحارب الا بعضهم. لا لا صدق بعضهم يحاربون. ما عليك والله الحق بحذا
على وين وسالم. وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتم، من الانفجار كان خرافي. بس هذا ما توقعت إنه هذا يصير، أنا توقعت شيء ثاني يستوي. أنا قلت بيفجر منطقة، قلت إنه بيضرب منطقة، بس اللي ظهر إنه ما ضرب ولا منطقة، شق السماء. يعني هل تخيل إذا كده انشقت بعدين شو نفسك كل شيء كان شفط ودخل. والله شو غريبة. ألو ما تتكلم. ألو محمد إيش قاعد تتكلم؟ ألو نينجا ضابي خوزة، أقول لك في سيزن 5 بتنشق السماء أكثر، وأعتقد بتصير نفس بشفطنا. ما أعرف، بس أقول لك والله كانوا طيبين، تصدق ما حد قتلني، بس واحد زق قتر بي. ألو هذا أنت كنت في لا خلاص راح، بس اقولك شطف راسي، اقولك راح شبكه يا بين راسي. انا قلت لا 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 ما في شيء تغير في الماب، ما في شيء. ما عليك، انا ما اهتم اذا برد ولا لا، بس اهتم فيه. انا شفت عف عف عف، بس يلا ما عليه، اهم شيء انه شفناه صح، اهم شيء انه شفناه صح. الحين لا لا الحين اسمع، الحين اسمع. شوفوا وين هاي اخ ايوه هاي تشوفه. طيب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم، لا تنسون لايك وسبسكرايب، الانفجار كان مرة خرافي. وزي ما تشوفون الشق هذا، الشق الحين بس كذا بخار، انا اعتقد انه شق. وفي